حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسلوب القرآن أسلوب متلطف يسعى إلى التقريب وينبذ التنفير، فالله لطيف بعباده، يريد من دينه أن يتقرب وأن يتزلف إلى الناس. طبيعة دين الإسلام التقرب من الناس بغض النظر عن معتقداتهم. أولا، لأن الله كرم بني آدم كيفما كان دينه. ثانيا، أن الله عز وجل خلق الناس أحرارا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس على دين واحد، بل نهى نبيه أن يكره الناس على دينه. وبما أن القرآن يحمل رسالة للناس، لا بد من أن يأخذ بعين الاعتبار ثقافات وبيئات المخاطبين. يبدأ بالمشابهة قبل المخالفة، فجاء القرآن بلسان عربي، بلسان العرب، بلغتهم، وأرسل إليهم نبيا منهم بلسانهم، ووجدهم على الشرك، ونهى المسلمين عن سب الأديان والآلهة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لأنه ليس أسلوب تقريبي. ما الفائدة من أن تشتم معتقدات الآخرين؟ أتريد أن تتقرب منه ويتقرب منك، أم تريد أن تدخل في نزاع مع الخليقة؟ إلا إذا كنت يعني مريض النفس، لا تحب الخير للناس. ولم يأتهم بشيء يمكن أن ينكروه جملة وتفصيلا. جاء القرآن ليذكر المشركين أن هذا الدين ليس بغريب تماما عنهم. ملة أبيكم إبراهيم، هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين أبيكم إبراهيم وإسماعيل، حتى لا يستوحشوا من هذه الرسالة. ثم وجد القرآن في هذه البيئة يهود ونصارى، فاعترف بالتوراة
واعترف بالإنجيل. يعني يأخذ الحق من كل بيئة، يأخذ ويدع، لكن يبدأ ب يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المفروض المسلم أنه يحمل رسالة روحها التلطف والتقرب والرحمة والمودة، لا الحقد على الناس وشتم المعتقدات وتسفيه الأديان، ليس بخلق للمسلم أصلا. الحق لا يحتاج إلى عنف وإلى شتم وإلى سب والاحتقار. لذلك على المسلم أن يسعى في تقريب دينه بعرض دينه انطلاقا من الواقع الذي يعيش فيه. ونحن نعيش في الغرب في حضارة تحكمها الثقافة المسيحية، نحن في بيئة مسيحية من ناحيتين، من ناحية ثقافية ومن ناحية دينية، وإن كان الثقافة المسيحية هي الغالب على الدين المسيحي. ونحن نعيش لحظات عيد مولد عيسى، يعني الناس كلها تتكلم على نويل، هذه بيئتنا، هل هذا شيء غريب عنا؟ هل مولد عيسى غريب عنا حتى ننفر منه أو نقاطع الآخرين؟ لأن مسلمون ينبغي أن نحدث قطيعة مع كل عيد، وإن كان هذا العيد له علاقة بديننا. بالطبع في الإسلام ليس هناك إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى مولد النبي ليس بعيد رسمي، وإنما نحتفل بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نفرق بين أحد من رسله. تفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرح أيضا بمولد عيسى، وما أدراك ما عيسى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في رواية، فوجد اليهود يصومون يوما يوم عاشوراء، فقالوا لماذا تصومون؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى، قالوا نحن أولى بموسى فصوموا أيضا. فقال لهم الله أنتم موسى الدين ديالكم لا، موسى مذكور في القرآن كليم الله. ولذلك بعض المسلمين يتكلمون على محمد صلى الله عليه وسلم وكأن الأنبياء الآخرين لا ذكر لهم، هذه عنصرية، عنصرية أن تتكلم فقط على محمد صلى الله عليه وسلم وتترك أبو الأنبياء وشيخ الأنبياء وكليم الله وكلمة الله عيسى، مع أن ذكر هؤلاء الأنبياء متكرر متجدد في القرآن. فمولد عيسى يهمنا، نحتفي به وإن كنا لا نحتفل به كعيد رسمي، وهذه مناسبة نعرف بعقيدتنا اتجاه عيسى ومريم، مناسبة. هذا لا يعني أن المسلم يمشي يحضر لامس دو ميدي مينوي بليتو يمشي، لا، ما فيه طقوس دينية. نفرح ونحتفي ونحتفل بذكرى مولد عيسى بطريقتنا
لكن هناك نقط تشابه. عيسى خارقة من الخوارق، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد طبيعيا من أب وأم، عيسى ولد بخارقة من أم من غير أب، عنده أم بشرية وأب روحي فقط. الأب الروحي هو جبريل، أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، روح القدس تمثل لها بشرا سويا. أبو عيسى الروحي جبريل وأمه بشرية، شيء ليس بالبسيط، هذا مولد خارق للعادة. وأمه مريم، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى روح الله وكلمة الله، ومريم لها المقام الذي يعلمه كل مسلم، جعلها الله، ضربها الله مثلا للذين آمنوا، مثال يحتدى به لجميع المؤمنين. خاص المسلمين في نويل خاصو يديروا دي بروسيسيون، يحتفلوا بهذا الحدث العظيم الذي خلد الله ذكره في القرآن. وهذا نوع من التقريب مع المسيحيين، وإن كنا نخالفهم في طبيعة عيسى، هم يعتبرون أنه لاهوت حل في الناسوت، ونحن نقول أن خارقة عيسى وسره وعظمته في ناسوته لا في لاهوتيته، لكن نتفق على تبجيل والاحتفاء بشخص عيسى عليه السلام وأمه عليها السلام، والتي رفعها بعض العلماء إلى مرتبة النبي، فعيسى نبي ابن نبية، والنبي هو كل بشر تكلم معه جبريل. إذا تعرف النبي، كل إنسان التقى مع جبريل، لأن جبريل لا يتكلم إلا مع الأنبياء، هو رسول الله للبشر المصطفين. كلنا يولد من أب وأم، وكل الناس يعتقدون أننا أبناء أبوين بشرين فقط، والحقيقة أننا عندنا أب سماوي أيضا، وهو ذلك الملك الذي يأتي بالروح في الأربعين الثالثة من حياة الجنين. لكن عيسى لم ينزل إليه أي ملك، عيسى هذا الذي وضع الروح في بطن مريم ليس ملكا عاديا. يعني المفروض أن جبريل لا يأتي إلا بالوحي، هذا جاء بالكلمة وجاء بالروح ووضع هذه الروح في بطن مريم عليها السلام. من هذا الجانب عيسى له هذه المكانة العجيبة الخاصة. بالطبع اختلف العلماء في موته، بعض الناس أو أكثر الناس يظنون أن عيسى لم يمت، وبعض العلماء يعتبرون أنه
مات إنك ميت وإنهم ميتون. إني متوفيك ورافعك إلي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. من هنا بعض العلماء قال مات ولكن لم يقتل، وما قتلوه. الفرق بين القتل والموت. وبعضهم اعتبروا أنه ما زال حيا، وأنا أستبعد تماما هذه القراءة. فمات، كانت ولادته خارقة وكان موته عاديا، كان موته عاديا. إذا وإلا بعضهم يقول أنه سيأتي في آخر الزمان، ينتظره اليهود والنصارى والمسلمون. الحقيقة هذه رجوع عيسى يعني في إشكالية، لأن سيأتي بصفة ماذا؟ إذا جاء بصفة نبي مشكلة، لأن القرآن يقول أن النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يرجع باش، يرجع ملك، يرجع إنسان عادي، يرجع إشكال يعني. ولو جاء هذا في البخاري ومسلم أنه سيأتي في آخر الزمن، وهذه في الحقيقة إشكالية، يعني الناس قاعدة تنتظر لميسي واش غيجي ولا ما يجيش. حتى الذين يعتقدون برجوع عيسى في آخر الزمان، اعتقاد رجوع عيسى ليس من أركان الاعتقاد. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، الله يكفي، الله يجعل شي بركة. ديجا راه الأركان الستة ديال الإيمان راه فيها خدمة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يعني علاش تزيد انت المهدي والمنتظر وتجي كذا وتبقى تكثر على الناس العقائد حتى يتلفوا، والمسيح الدجال وكذا. عايشين في فروع 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 العقائد المبنية على أحاديث الآحاد، ونترك القرآن. القرآن ذكر أمور هي من أركان الإسلام، يكفي للمسلم أن يؤمن بها. إن كان لا يؤمن برجوع عيسى هذا لا يضر في إيمانه شيئا، لأنه نكل هذه الأمور إلى الله. قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا ندري ماذا سيقع في آخر الزمان، لكن نكتفي بهذه الاعتقاد في عيسى أنه ولد بخارقة وأنه كلمة الله، ونحتفي بمولده ونشارك الآخرين بطريقتنا بالاحتفال بمولد عيسى. عيسى فقط ليس ملكا للمسيحيين، ولا ديالنا حتى حنا. وبالتالي عندكم ديروا معارك معارك مع الآخرين، نويل سابا ما كذا ما كذا، ما يهمناش. كل واحد يحتفي بطريقته بهذا بالتعريف بموقفنا من عيسى ومحبتنا لعيسى ولمريم. هذا يقربنا من الثقافة المسيحية حتى لا نكون غرباء على هذه الثقافة وعلى هذه الحضارة. يعني نتقاسم معها في العقائد أشياء كثيرة جدا. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. على المسلمين دائما أن يحرصوا على نقط الالتقاء قبل نقط الاختلاف، يعني نضمن الالتقاء، ثم بعد ذلك إذا اطمأن بعضنا إلى بعض يمكن أن نتحدث على مواطن الاختلاف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.